تحية طيبة لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم، وهي مخصصة للحديث عن الخدمات المقدمة في مديرية المصالح العقارية. يسعدنا بداية أن نرحب بالأستاذ مهند الشندي، رئيس دائرة السجل العقاري في مديرية المصالح العقارية باللاذقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا فيك أستاذ مازن. أهلا وسهلا. بداية يعني ممكن تعطي للمشاهدين والمستمعين موجز عن أهم الخدمات المقدمة في مديرية المصالح العقارية. الخدمات اللي بتقدمها مديرية المصالح العقارية بالمركزي والدوائر التابعة لها هي عبارة عن بيانات قيد عقاري، بيانات مساحة، معاملات نقل الملكي، معاملات الرهن وترقيم المهن، وضع إشارة دعوى، صحائف العقارات. هي أهم موجز عن أهم العناوين. طيب خلينا نبدأ من دائرة السجل العقاري اللي حضرتك مديرة. شو هي أهم الخدمات والمقدمة بهالدائرة هي؟ شو هي الشعب اللي منبثقة عن هذه الدائرة؟ هلا دائرة السجل العقاري باللاذقية هي عبارة عن دائرة مؤلفة من 7 مكاتب توثيق بتوثق معاملات المواطنين، وبيجي بعد مكاتب التوثيق العقاري كمان 7 شعب لتدقيق هذه المعاملات. وبعد تدقيق معاملات السجل العقاري توثق على الصحيفة العقارية وأعطى سند ملكي أو أي شيء ينتج عن المعاملة. عند حالات البيع أو الشراء أو التنازل أستاذ مازن، أي معاملة بدها تصير بالسجل العقاري لازم أول شيء تتوثق بمكتب التوثيق العقاري، إذا كانت بيع أو رهن أو ترقين أو إشارة دعوة أو أي، لأنه وضع على الصحيفة العقارية بده مرحلتين، مرحلة التوثيق عند رئيس مكتب التوثيق ومرحلة التدقيق عند رئيس الشعبي. بس تدققت عند رئيس الشعبي ووضعت أو سجلت على الصحيفة العقارية، بعدها يتم تقديم خلاصة عن هذا الشيء للمراجع بناء على طلبه. هي بما يخص التوثيق. في كمان مكتب المراجعات، اذا تقدم المواطن ببيان قيد عقاري، بيان مساحه، شرح تطورات، نعم، عن ملكيه العقار، اي معلومه بتخص هالصحيفه العقاريه ممكن ياخذ فيها شرح عن طريق مكتب المراجعات. بالاضافه ل ممكن هلا نحن عندنا صار مثلا مدينه اللاذقية المدينة صارت البيانات القيد مؤتمتة، يعني نحن اتمتنا اكثر من 90% بما يخص المدينة. المدينة 90% او المدينة كاملة، الريف باقي بما يخص المدينة. الريف ما انشغل فيه شيء لحد الآن؟ عم ينشغل بما يخص السجل العقاري، دائرة السجل البلاقي لا، الشغل كمدينة ماشي. اما عندنا جبلة، القرداحة، الحفة، جبلي والقرداحة والحفي، نحن ككادر تم تأمين الكادر، ونوعدنا من قبل السيد المدير العام والسيد المدير أنه رح يتأمن أجهزة والمواد اللازمة لموضوع الأتمتة. هو بحاجة إلى أجهزة حاسوب، تمام، أجهزة حاسوب بهي الدوائر الموجودة خارج المدينة، خارج ضمن المدينة ضمن المناطق الرئيسية باللاذقية. هي بلشت بالمركز عندنا بدائرة السجل، وهي يعني بتصير أسهل وأفضل وأريح للمواطن وللموظف وللدائرة. طيب خلينا نحكي بداية يعني المراحل بتمر فيها المعاملة، كمثال مراحل نقل الملكية، شو الأوراق المطلوبة، كيف الإجراءات اللي بتصير بالتدريج؟ نقل الملكي بيراجع المواطن رئيس مكتب التوثيق العقاري ببيان مالي. البائع والشاري هلق ممكن اول مرحله يراجع احدهم، يعني ممكن البائع او الشاري او مجاز قانوني، يحال طلبه من رئيس مكتب التوثيق الى مديريه مال المختصه، بيعمل براءه ذمه وقيمه تخمينه والامور اللي بتصير بالمالي، وبيرجع لعنا بعد بيكون عمل محضر عقد واستوفى الاوراق المطلوبه لهالمعامله، تنوضع الاضباره عند رئيس مكتب التوثيق العقاري ضمن فتره محدوده له لدراستها. بس درسها وتأكد انه كل وثائقه صحيحة والوثائق المطلوبة موجودة خلال هالفترة الزمنية الملزم فيها، بيوثق عقدها وبتطلع كمان لشعبة التوثيق، الشعبة اللي بتكون موجودة فيها الصحائف العقارية،
كمان له فترة محددة رئيس شعبي بدراسة هالأدوار، إذا كان غفلان رئيس المكتب عن شيء أو يعني للتدقيق للتدقيق وبي نعم. وبتتسجل على الصحيفة العقارية، إذا كانت ناقل ملكي بياخذ سنة تمليك أو بيان قيد عقاري، يعني الندي ما بين التوثيق وإخراج يعني بتوقع لازم تطل أكثر من 5 أيام كحد أقصى. طب هون بيتبادر لنا السؤال، أنتم بقوانينكم وبالأنظمة الداخلية في حد أقصى أو مدة قانونية لأي معاملة؟ نعم، المدة القانونية لأي معاملة رئيس مكتب التوثيق عنده مدة 24 ساعة تقريبا بما يخص الأضابير. نعم. إذا كانت الأضبار يعني فيها كم عمل لمدة أقصى حد 72 ساعة. لحد 72 ساعة عند رئيس يعني الدائرة. عند رئيس المكتب. عند رئيس المكتب. وكمان عند رئيس الشعبي أقل، يعني هي لازم تكون ما بين رئيس المكتب ورئيس الشعبي 5 أيام أقصى حد. 5 أيام. إلا إذا كان فيها أي إلا إذا فيها نقص. فيها نقص أو فيها شيء تماما هيك. أما إذا المواطن مأمن كل الثبوتيات حد أقصى يفترض نقل الملكية 5 أيام. 5 أيام كحد أقصى، يعني هي يعني إحنا عم تنتقل أقابل، يعني ممكن تنتقل بثلاث أيام أو 4 أيام، ما في ممكن تكون المدة أقصى. نحن عم نحكي على المدة الأقصى. المدة الأقصى. طيب. جميل جدا هذا الكلام. طيب هلا شو في معاملات تانية بتصير بدائرة السجل؟ نقل ملكية. السجل بصير نقلنا نقل ملكي، وضع إشارة دعوة. إذا كان في دعوة من شخص على شخص آخر. في دعوة بالمحكمة. بيجيكم إشارة من المحكمة. بتسطر لنا كتاب من مديري من المحكمة المختصة من ديوانة لوضع إشارة دعوة، كمان بتنظم العقد بنفس الآلي وبتنوضع على الصحيفة العقارية. وتعتبر إشارة دعوة من تاريخ وضع، يعني مجرد أخذت رقم عند رئيس المكتب يعني صار إلى أفضلية. نعم. على يعني ما بقى في نقل ملكي إلا ما يقبل بهي الإشارة الدعوة. في عنا وضع الرهونات. نعم. رهن شخص بده يستحصل على قرض بده يحط إشارة رهن لصالح بنك لصالح مصرف أو بنك. معاملات الرهن الشخصي ممكن بين شخصين كمان بده يرهن له عقار، كمان بتصير عندنا معاملات كمان ترقين لهذول كمان بنفس الآلية، بتصير عندنا ترقين رهن ولا حجز كمان بنفس آلية اللي حكينا فيها. في عندنا معاملات الإفراز كمان. نعم. بتصير، بس هي بدها تكون جزء منها عندنا وجزء منها بدائرة المساحة. بدائرة المساحة. أيه. الإفراز. على الإفرازات بدها مهندسين وبدها اختصاصيين. ما السجل له قسم التسجيل على الصحيفة وتوثيق العقد، ودائرة المساحة إلى عمل الفني. طبعا في بعض المواضيع يعني الغير واضحة للمواطن العادي، في إفراز ضمن المخطط التنظيمي وفي إفراز خارج المخطط التنظيمي. أكيد. شو الفرق بيناتهم؟ الإفراز ضمن المخطط التنظيمي هو اللي بينتج عنه عرصات مؤدية للبناء. تمام. والإفرازات اللي خارج المخطط التنظيمي هي إفرازات زراعية يعني. نعم. شو الحد الأدنى للمساحة المسموح فرزة خارج المخطط التنظيمي؟ الحد الأدنى للمساحات يعني هلأ نحن لازم يكون العقار 4 دنومات. 4 دنومات. أقل من هيك بيصير نفرز. هذا أصغر عقار، يعني إذا كان في عقار واحد هو عبارة عن 6 دنومات وفيه 3 أشخاص أو 4 أشخاص لا يمكن. لا يمكن فرزه. فرزه إلا كل حصة بتكون 4 دولومات. لازم تكون هيك. ما في. وإذا صار في دعوة بالمحكمة. ممكن هلا إذا القضاء، نحن كسجل عقاري دائرة تنفيذية، لما بيجينا قرار حط قضائي محال من دائرة التنفيذ، إلنا ما عندنا يعني القانون ما بيسمح لنا إنه نراجع القضاء. لما بيوافق القضاء وبيفرز حتى لو كانوا 2 دولوم. حتى لو كانوا 2 دولوم ممكن. ممكن. هي طريقة قانونية للمواطن المضطر. ايه هلا ممكن، بس كمان بالقضاء بدهم يراعوا موضوع هلا ممكن ينفرز اذا كانت النسبة اقل، مثلا ممكن 4 دنومات الا شوي ممكن. هلا هذا موضوع بيختص فيه القضاء. بيختص فيه القضاء، بس بيراعوا قانون التنظيم الزراعي. 100% بيراعوا. طيب معاملة فك الرهن، يعني كثير ناس مثلا بيكون عندهم رهن لبنك نتيجة قرض، رهن لأشخاص نتيجة سند أماني أو معاملة معينة مقابل شيء، كيف المراحل بتمر فيها وبتاخذ وقت؟ نفس الآلية تبع نقل ملكية كسجل عقاري. نعم. أي معاملة أيا كان نوعها بدها تفوت بها المرحلة، توثيق عند رئيس مكتب، تدقيق. نعم. تنفيذ على الصحيفة. تمام.
طيب إذا انتقلنا لموضوع دائرة المساحة العقارية بما تختلف عن موضوع دائرة السجل العقاري. هلأ دائرة المساحة كوني أنا رئيس دائرة السجل اختصاص ثاني هي هلأ أنا في كمعلوماتك موجزة نحن كمان خدمة بيان المساحة منقدمه مخطط عقاري يعني أي شيء بتحتاجه كرسم عن طريق دائرة المساحة مخطط بيان المساحة معاملات الإفراز نحن يعني هي أهم شيء بيصير بدائرة المساحة بيتنظم تكليف بدائرة السجل العقاري ويحال إلى دائرة المساحة بيكلفوا لجنة بتطلع بتعمل مشروع لهالإفراج بينعرض على الجهة المختصة وبعدين بيرجعوا بيوثقوه بدائرة السجل العقاري. جميل جميل. في مفهوم اسمه التحديد والتحرير فينا نشرحه هيك بشكل مبسط. موضوع التحديد والتحرير هو العقارات الغير مسجلة على الصحائف العقارية. هلأ نحن بمحافظة اللاذقية بتوقع صار شيء قليل جدا يعني عندنا ثلاث مناطق فقط غير محددة ومحررة اللي وما هي توقع اسماء ما متذكر بس على الأغلب هم ثلاث مناطق بدائر الجبلة فقط لا غير وما تبقى كله محدد ومحرر كل الدوائر كل العقارات محددة ومحررة. لنفترض بإحدى المناطق مر شي منطقة أو جزء من منطقة ما تم تحديده وتحريره كيف بيعمل المواطن؟ ما بيصير ما يكون إلا المنطقة تحدد وتحررت بشكل كامل. ممكن يصير خطأ في مو خطأ إلا ما تعبير ما كونه هو إدارة السجل نسيان مو خطأ لا في ممكن يكون عدم مطابقة ما بين عمل التحديد والتحرير أو بيعمل ممكن إعادته إلى القاضي العقاري إذا كان في أي قاضي العقاري عندكم بالمديرية بيتقدم بطلب لا مو للقاضي لا نحن إذا مثل ما إذا صار في فرق ما بين المطابقة ما بين الأوراق اللي متقدمت للسجل العقاري أو لدائرة المساحة ممكن إذا كان يحتاج إلى عودة القاضي العقاري للبت بالموضوع ممكن إحالته لهالشهادة. جميل. بس حالات نادرة لأنه مناطق التحديد والتحرير نحن فرقنا المساحي كلها ممتازة يعني ما لا يمكن يكون في غلط فيه. طيب. المنطقة بدها تنتهي قولا واحدا. المساحين العقاريين بيطلعوا على المناطق العقارية وبيشتغلوا بيشتغلوا بتتحدد وبتتحرر وبعدين بتنعرض على القاضي كمان القاضي إذا في اعتراضات لهيك ولهذا ما في مجال ليكون في غلط. طيب شو هي أهم الشعب التابعة لدائرة المساحة معروفة بشكل عام كونه يعني هذا اختصاص دائرة تانية معروفة بالنسبة لك أما ممكن مو دقيقة يعني أهمها هلأ نحن عندنا على الأغلب حسب معلوماتي مكتب التحديد والتحرير مكتب أمانة المساحة يعني ترتيب للوصول إليه ورئيس دائرة المساحة هو أعلى منصب إداري بهذا المكان. طيب هلأ هون في عنا بكل يعني مديرية بالمحافظات في عنا دوائر موجودة بكل منطقة دائرة مثلا باللاذقية دائرة جبلة دائرة القرداحة دائرة الحفة بماذا يختلف عمل هذه الدوائر عن المديرية وهل يغني عمل هذه الدوائر عن عمل المديرية أو في تكامل ممكن بس نشرح عن دور هون لهالدوائر دائرة السجل العقاري مثلا بجبلي تقدم نفس الخدمات اللي منقدمها نحن تمام ما بتختلف نهائيا بدل المواطن ما ينزل على مدينة اللاذقية ليروح على إدارة المصالح العقارية بيراجع الدائرة حتى نحن من وقت اللي باشرنا بإدخال الأتمتة عم نعمل حتى إذا بدنا نحن شيء مثلا بدائرة السجل باللاذقية من جبلي نحن عم فيه عن طريق التراسل الإلكتروني عم يستحصل على بيان قيد خاص بدائرة الجبلي من دائرة السجل باللاذقية يعني نحن تسهيلا على المواطن لما فيه يقدم بيان قيد عقاري للحفة ولا لقرداحة ولا لجبلي بمديرية المصالح كبيان قيد وبالمقابل نفس الشيء دائرة الجبلي قادر المواطن ياخذ بيان قيد أو بيان مساحة لعقار موجود في جبلي أو في القرداحة أو في الحفي من مديرية المصالح العقارية أي مديرية أو دائرة بيقدم طلب فيها ما في مشكلة. طيب شو هي الأعمال اللي ما بيكفي عمل الدائرة الموجودة بالمناطق وبتحتاج إضافة للعمل
بالدائرة أنه مراجعة الإدارة بمدينة اللاذقية؟ هلا هي بتخص دائرة المساحة، هي موضوع الإفراز تصحيح الأوصاف ممكن تحتاج أنك تراجع المديرية، لأنه هون بيصير في شيء فني. الإفرازات وتصحيح الأوصاف، أي شيء بخص دائرة المساحة، لأنه دائرة المساحة ما في إلا دائرة المركزية، وما ما في دوائر بال ما في لا. ما في شعب لإلها بالدوائر، ما في كامل شعبي. هلا دائرة المساحة متكاملة، ما في كامل شعبي مثلا بدائرة القرداحة وتكون مرجعيتها بالإجباري، بده يكون عمل مترابط. يعني هي بتوقع صعب احداث مثلا دائرة مساحة، لانه بدها كم عمل كبير، ما انه بس ما انا يعني ما انا متعبة، يعني عملها اكثر الاحيان ما يكون على ارض الواقع، يعني مو تمام. وكتابيا ما يكون مراسلات بيننا وبينهم بما يخص مثلا اذا كنا بدائرة الجبلي او القرداحة، تراسل ما يكون بيننا ورقيا عن طريق البريد، مو يعني ما انا متعبة لل. طيب هلا في حالات يعني تم ذكرها لنا من خلال بعض الرسائل عم تتحدث انه انا وجاري بخلاف على الحدود ما بين العقارين، جاري بيقول انا هو له لهون وانا بقول الي لهون، هذا الموضوع كيف بينبت؟ هذا بينبت بيقدم بطلب بيان حدود للدائره اللي هو فيها، اذا كان اللي هو فيها بتطلع نعم. لجنه بيتنظم له كمان تكليف وبتطلع نعم. لجنه بتحدد له، تطلع لجنه من الاداره عندكم، من اداره المساحه بتعمل حد الفاصل وبتحدد له النقاط، النقاط اللي لازم تكون. ممكن بيطلع وحدة ينحسم هذا الموضوع او ممكن يحتاج على ممكن العدد. لا احتمال كبير اكثر الاحيان هي ممكن اذا تحديد التحرير نهائي 100%. هو كمان اجوبتنا هون ما انا دقيقه 100% كونه لا هلا نحن عم ناخذ عموميات في الامور اللي ما بيتعلق فيها عمل دائرتك. هلا نحن مقدرين انه حضرتك مسؤول عن السجل العقاري، لما عم ندخل بقضاء ثانيه عم نسال بالعموم حتى يستفيد المواطن. عمل السجل ودائره المساحه عمل متكامل تمام 100%. في بس يمكن يكون في تفاصيل دقيقه، ايوه هي. يكون اغلب الاحيان بيان الحدود يعني لما بتطلع الفرقة بتنحل بطلعة واحدة، وفي النقاط موجودة ومبينة يعني، بس مسجلة عندكم 100% مسجلة، أو ممكن ترسم إذا كانت غير واضحة. صحيح. طيب ندخل على مفهوم اسمه الصحف العقارية، شو يعني؟ هذا مفهوم مو مفهوم عند قسم من هي الناس. الصحيفة العقارية هي السجل الملكي، نعم. يعني هي الأساس بملكية الشخص، وهي اللي نحن بناخد عنها سنة تمليك. يعني سنة تمليك اللي بينتج عن معاملة بيع أو إفراز أو أي، هي هو عبارة عن قراءة لها الصحيفة العقارية، وهي ما بيصير مثل ما حكينا سابقا أنه ما بيصير نكتب عليها أي شيء إلا بناء على عقد وثقة أمام رئيس مكتب التوسيع، دقق أمام رئيس الشعبة، نفذ من قبل المسجل منه. طبعا. يعني هو طبعا. واقع الصحيفي هو بيمثل هالعقار اللي بتحمل اسمه. طب. يعني هي مثل هويه العقار. جميل جدا. طيب في معنى اتصال من الاخ محمد بناخذه بنرجع، تفضل اخي محمد. تحياتي استاذ. اهلا وسهلا فيك. صحتكم ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. فيني بحكي مع الاستاذ؟ تفضل وجه سؤالك وعم يسمعك. استاذي نحن عندنا ارض مساحتها 4000 متر. نعم. جوب الدريوس الصنفه العقاريه. نعم. سنة 67 صار في مخطط تنظيمي، راح منا مسطح أخضر تنظيمي، نعم، وشارع تنظيمي بعرض 12 متر و50 سنتي بطول العقار، العقار مستطيل صاير، نعم، يعني بطول شي 60 متر ل 70 متر، نعم. من فترة كان في لجنة إقليمية، فأنا طلعت لأعمل أعتراض، نحن فرزنا الأرض على موجب هالشيء هذا، تم إفرازها لخمس مقاسم بناء. نعم. الأربع مقاسم بناء 1200 سهم باسم المرحوم أبي. نعم. و 1200 سهم مقسم واحد 416 متر مساحته باسم المرحومة أمي. نعم. يعني صار من حصة المرحومة أمي الأرض اللي رايحة مسطح أخضر تنظيمي، والشارع التنظيمي اللي مكتسح العقار من شرقه لغربه. أنا طلعت من بداية اللجنة الإقليمية قدمت اعتراض من شان إنه التغيير لمسطح من مسطح أخضر لشريحة سكن ثاني. نعم.
سألت أحد المحامين قال لي إنه إذا تجاوز المدة الزمنية 30 عام لم ينفذ هذا التنظيم يعتبر ملغى. في قانون جبته أنا في مقدمين في دعوة يعني محامي مرافع فيه وآخذ حكم. فبطلع بتفاجأ إنه الشارع التنظيمي سنة 2018 ملتغي بقرار اللجنة الإقليمية. بقرار اللجنة الإقليمية إنه يعاد إلى شريحة سكن ثاني. رجعت سطالب فيها أنا لهي الأرض إنه هالمساحة هاي من حقنا نحن. يعني أنا كمواطن إنه هالأرض كان شارع تنظيمي وصار مسطح صارت لشريحة سكن ثاني. رئيس البلدية يقول لي روح على العقارية، بالعقارية روح على البلدية. نزلت حتى على الإدارة العامة العقارية بدمشق. كتبوا لي شو لازم ساوي. من بين انه تعديل مشروع الافراز. وقت اللي عم ساوي تعديل مشروع الافراز ودفعت رسومه بالحفة بعقارية الحفة المدير رفض يوقع، قال لا لا ما لي فيها ولا لي، انتم متنازلين عنا للارض وما لكم بقى فيها شيء. قلت له نحن اللي متنازلين عنه لمقاسم البناء منفذين التنازل تبعنا، بس هي المسطح الاخضر التنظيمي والشارع هذا متاخد قبل ما نفرز نحن. نحن مشروع افرازنا بسنة 88، تثبيت المشروع بسنة 89. هي رايحة بسنة 67، هي التنظيم هذا من سنة 67، نحن مشتريين الارض بسنة 63. قال لا ما بقى لكم شيء، وفيها احد الناس معمر بهذا المساحة اللي من الشارع. معمر مساحة شي 200 متر تقريبا. طب انا انا يعني انا حاسس حالي في حدا مغتصب لي ارضي صار. تمام. يعني طلعت ما بخفيك علم ماني عم اترك جهه ولاني عم روح عليها، يعني هلا سمعنا في جهه عم تعاقب وهي بدي اطلع عليها. تمام. بتمنى اخذ جواب من الاستاذ اذا في مجال. اكيد اكيد بتاخذ جواب، ويا ريت تترك رقم تليفونك على الكنترول، رح نرجعك على الكنترول بتترك رقم تليفونك. اهلا وسهلا فيك. كل استاذ مهند، يعني الموضوع كثير شائك وكثير معقد، في عنا جواب في نقطة انا انتبهت لها، اذا في بناء لشخص غير المالك هذا اجباري لازم يراجع القضاء، لازم يتقدم بشكوى للقضاء المختص انه في حدا البناء. عمر طيب الموضوع اللي حكى انه رئيس الدائره بالحفه ما رضي يوقع له موضوع، هلا اكيد له اسباب، نحن بنتمنى هو شرح، بس اذا بيكون الأضبار بشكل واضح موجود بيكون جوابنا له افضل. طيب. نحن ابوابنا مفتوحه. تمام. طيب. لأله لأي حد عنده أي بإمكانه مراجعتك بأي يوم خادم، بأي يوم بيراجع وشوف فينا نساعده. نحن ما بده يكون معه كل مشروع الإفراز اللي منظمه سابقا، الشيء كيف عطل البلدي، كيف تنفذ هال، هو أكيد إذا ما يعمل مشروع إفراز جديد كل الأوراق بدها تكون معه، وإن شاء الله ما إذا ممكن يكون فينا نساعد. هلا بعد مرور 30 سنه الاستملاك اللي بيكون معمول، ما بعرف يمكن هذا اختصاص بلديات مختصاصكم، ممكن يكون هلا هو لازم يقدم طلب للبلديه ويشرح وضع هالعقار الشارع. ما تنفذ، هن في فائده منه لإلهم، يعني ياخذ شرح مفصل من البلديه ويراجعنا. ويمكن بده محامي اختصاص قانون مدني لحتى يتابع له مع القضاء ويسأل موضوع القضاء بالنسبة للبناء 100%، البناء اللي مشيد بعقاره 100%، احنا كدائرة. طيب معنا على الهاتف الأستاذ محمد وضاح قطماوي المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، أهلا وسهلا بكم أستاذ وضاح. تحياتنا لكم أستاذ وضاح، معنا في الاستوديو الأستاذ مهند الشندي رئيس دائرة السجل العقاري بمديرية المصالح العقارية، والحديث بشكل عام عن الخدمات المقدمة في مديرية المصالح العقارية. طبعا في مشروع أتمتة السجلات والبيانات العقارية وهو مشروع مهم، بتمنى حضرتك تحكي لنا هالمشروع الهام إلى أين وصل وشو هي نسبة التنفيذ بالنسبة له. طبعا مشروع رقمنة الصحائف العقارية انطلق منذ عام 2014
وتم تعميمه بدي بدمشق، ولكن تم تعميمه على 8 محافظات وفق الظروف اللي بمر فيها القطر، ما حسنا نعممه على كافة المحافظات. نعم. ولكن 2024 وبتوجيهات سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة سيكون هناك نقلة نوعية في إطار التحول الرقمي في مديرية المصالح العقارية. نعم. عمليا مثل ما قلنا بدي رقمنة الصحائف بدأت منذ عام 2014 وانطلقت تباعا لعدة محافظات منها اللي هي طبعا العدد العقارات التي تم رقمنتها على مستوى القطر 811,000 عقار بمعدل حوالي 17.6% من عقارات المحافظات التي باشرت بالرقمنة. ممكن إذا نعمم على مستوى القطر تنزل النسبة كونه في محافظات ما باشرت تنزل لل 14%. طبعا خطة الإدارة العامة لعام 2014 أول شيء الحكومة مشكورة لحظت اعتمادات للتحول الرقمي، وبالتالي موازنتنا ب 2024 تتضمن التحول الرقمي وبالتالي دعم الموازنة العامة للإدارة للمصالح العقارية، بحيث يكون هناك انتقال نوعي لحول التحول الرقمي. تمام. عمليا نحن ماشيين بخطوات تنفيذية لتطوير العمل في التحول الرقمي. تم الاتفاق مع احدى الجهات البحثية في الجمهورية العربية السورية ذات موثوقية في اطار التحول الرقمي، تم اعداد مذكرة تفاهم، تم المباشرة بتقييم الوضع الراهن لهذه الاجراءات للتوسع ليس فقط برقمنة الصحائف العقارية، ولكن هناك ايضا رقمنة المخططات العقارية، الارشفة الالكترونية، الدورة المستندية، أن نستطيع تقديم الخدمة مرقمنة للإخوة المواطنين بشكل مستمر، وبالتالي التعاون مع كافة مراكز خدمة المواطن في القطر من خلال إطار رقمي يمكن الربط معه وتقديم الخدمة للمواطنين بأبسط الإجراءات. مع التنويه أن الإدارة العامة تدعم مركز الخدمة العقاري التخصصي الذي يستقبل المواطنين ويقدم الخدمات بشكل مباشر بالنسبة للعقارات التي تمت رقمنتها. جميل جدا. طبعا أستاذ وضاح المشروع هام جدا ويخدم بشكل كبير كل مواطن في الجمهورية العربية السورية وكل موظف في دوائر المصالح العقارية. هل يوجد مدة زمنية محددة أو ممكنة لتنفيذ هذا المشروع بكامل لحد ما نوصل 100% في حد سقف زمني لهذا المشروع؟ طبعا السقف الزمني حددته الحكومة أن يكون مشروع التحول الرقمي للحكومة لعام 2030، ولكن لن ننتظر إلى هذا الموعد. حاليا الخطط توضع لضغط هذه المدة بحيث يكون هناك إنجاز نوعي مثل ما ذكرت بال 2024، وأن لا تتجاوز المدة 3 سنوات. يعني ان شاء الله بال 2027 بيكون كل الخدمات كل شيء ترقمن اكيد، مو فقط السجلات استاذ وضاح، ترتبط بالبنى التحتيه وتوفر الموارد البشريه وكثير من الامور التي يتم معالجتها بالتنسيق مع وزاره الاداره المحليه والبيئه وبرعايه كريمه من السيد الوزير الذي يتابع هذا الملف بشكل مباشر ودائم لدعم هذا التحول للانطلاق، كما ذكرت بتقديم الخدمات الالكترونيه والمرقمنه للاخوه المواطنين. تمام. طيب سؤال اخير استاذ وضاح، طبعا خلال يعني زياراتنا للدوائر التي تتبع لمديريه المصالح العقاريه باللاذقيه، الدوائر في ريف المحافظه في جبله او القرداحه او الحفه، يمكن هي بحاجه لعدد اكبر. فصل الخط، نعود للاتصال، يا ريت الزملاء بالكنترول لحتى يجاوبنا على آخر سؤال أنه يعاودوا الاتصال معه. موضوع الأتمتة أستاذ مهند موضوع مهم جدا، تم إنجاز جانب كبير منه، ممكن تحكي لنا هيك بشكل مختصر عن المدينة وعن الريف؟ لا، موضوع الأتمتة بالريف ما في مبدئيا، في تصوير وأرشفة، أما أتمتة في دراسة حول موارد بشري، الحمد لله بتوقع في كادر، ونوعدنا من السيد المدير العام والسيد المدير المصالح العقارية مشكور انه بالسنة اللي جاي ان شاء الله هنن حيطينا
انه في 2024 بدهم يباشروا اتمته الصحائف العقاريه بالدوائر الفرعيه بالمديريه المركزيه الاتمته مثل ما حكى السيد المدير. طيب فقط اسمح لنا انه رجع الاتصال مع الاستاذ وضاح. استاذ وضاح طبعا مشكوره جهودكم الكبيره، اهلا وسهلا بك من جديد استاذ وضاح قطماوي مدير عام المصالح العقاريه. سؤالنا الأخير أستاذ وضاح، يعني نعرف نحن الإمكانيات بظروف الحصار الاقتصادي على سوريا والعقوبات الاقتصادية الظروف صعبة، ولكن هل يوجد إمكانية لدعم الدوائر دوائر العقارية أو دوائر المصالح العقارية في ريف محافظة اللاذقية في جبلة والحفة والخرداحة مثلا بأجهزة حاسوب حتى يكتمل العمل؟ هل يوجد إمكانية في المستقبل القريب لذلك؟ طبعا نحن مثل ما ذكرت نتيجة الحصار عم تتعذر كثير من المناقصات التي تقوم بها الإدارة العامة، لذلك حرصا على تأمين الاحتياجات تم تحويل للمحافظات ومنها اللاذقية أكيد لتأمين احتياجاتها، تم تحويل اعتمادات لهم، تم إحالتها من وزارة المالية منذ أسبوعين لتأمين احتياجاتهم بشكل مباشر من السوق المحلي في اللاذقية حرصا على حصولهم على هذه التجهيزات وعدم انتظار الإجراءات المركزية ورسو المناقصات. طيب يعني فينا بنوعد انه بال 2024 يعني هي الدوائر الموجوده بريف المحافظه انه بيكون فيها عدد معقول من الحواسب اللي بتؤدي لإنجاز نسبه معينه من اتمته السجلات الموجوده في هذه الدوائر بريف المحافظه؟ اكيد، لانه نحن لما عم نشتغل حاليا بتوصيف الحاله الراهنه بكافة دوائرنا ومديرياتنا بالمحافظات قيمنا احتياجات كافة الدوائر، وبالتالي سيتم العمل على تلبيتها خلال عام 2024 ليتمكنوا من القيام بواجبهم في رقمنة الصحائف العقارية كلهم حسب موقعي الجغرافي. تمام، نحن كثير بنشكرك على جهودكم الكبيرة أستاذ وضاح خطماوي المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، شكرا جزيلا. شكرا لكم شكرا لإلقاء الضوء على عمل المصالح العقارية. هذا واجبنا، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا تحدث الأستاذ وضاح قطماوي المدير العام يعني عن العمل بكامل سوريا، ونحن يعني كمؤسسة إعلامية طالبنا أنه حسب ما رأينا لأهالينا بالدوائر أنه يكون في حواسب، وتوقع أنه يكون بوقت قريب حسب ما وعد الأستاذ وضاح. تحكي لنا أكثر عن موضوع الأتمتة ضمن محافظة اللاذقية مدينة وريف. هلق بضموة الأتمتة أولا هو تسهيل لعمل المواطن، يعني نحن لما بتكون البيان القيد العقاري إخراجه أقل من نص ساعة بيكون تسهيل للمواطن وللموظف وتوفير من الورق والكتابة والجهد، يعني موضوع الأتمتة هو موضوع متطور وجيد ومريح. والعمل فيه بما يخص دائرة السجل العقاري باللاذقية عمل مستمر وجيد، يعني نحن اتمتنا 34 منطقة، يعني جميع مناطق المدينة، يعني بما عدد العقارات المؤتمتة شي 173 ألف عقار. رائع، يعني هذا إنجاز رائع. وصار لهم مكتب توثيق مستقل، يعني أسهل بكتير، يعني أنت بيتقدم بيان القيد الساعة 8 أو حتى 9 بياخذوا 11، يعني نحن بيسهل عملنا وشغلنا وبيوفر علينا وبيوفر على يعني على المواطن وعلى الموظف، على الموظف وعلى المواطن، وبيكون في دقة في العمل، يعني جميل. لا ما في أخطاء، ممكن خطأ كتابي أو حرف، يعني عمل الأتمتي عمل حضاري. طيب معنا ايضا اتصال من السيد ابو نغام، تفضل سيد ابو نغام. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ الكريم. انا في اشكاليه وقعت بعقار بالمنطقه العشوائيه. نعم. هي قصر تصرف. نعم. المشكله اللي صارت انه بتعرف انت باثناء الازمه. نعم. صار في فوضى بالبناء. نعم. والدعتور معروف يعني منطقه سكن عشوائي. صحيح. صاحب العقار طلع ببناي عقاره. فتجاوز العدد الطوابق. نعم. فاجت مخالفه في طابقين، اجى امر بهدمه انه هذا متجاوز عدد الطوابق. هلا سيد ابو نغم يعني بتوقع هذا الموضوع عمل بلديات، نحن اليوم عم لا استاذ انا لقيت شو صار. ايه تفضل. انه حطوا قصر تصرف على عقار 38. نعم. العقار 38 في ناس صار لها 50 سنه معمر عليه.
نعم. يعني هذول لا ارتكبوا مخالفة ولا عملوا شيء. نعم. فاليوم أي حالة بيع أو شراء بتفاجئ الواحد محطوط أنه قصر تصرف عبيته. مين الجهة اللي حطت مين الجهة اللي عملت قصر التصرف؟ أي جهة؟ جهة محطوطة من قبل على السجل بالعقاري. إيه بس مين الجهة اللي طلبت أنه ينحط بالسجل؟ عمل ضبط شرطة. ضبط شرطة. ضبط شرطة بالبلدي. بتعرف عملوا قصر تصرف ببعثوها على العقاري. براجع البلدي. طبعا عم يخلنا الأستاذ مهند أنه هذا الموضوع من صلاحية البلدية، هي اللي بتقدر تطلب رفع قصر التصرف أو إبقائه، يعني ما 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 من صلاحياتهم، هي الجهة المنفذة. سؤال. بحال هلا دخل التنظيم، هلا وصل بالتنظيم لحي علي جمال. نعم. الدعتور لسه ما دخل عليها التنظيم، طيب بحال دخل التنظيم كيف بده يتم التعامل مع قصر التصرف الموضوع على العقاب؟ كمان عند البلدية استاذ مهند. لا عم يخلي الاستاذ مهند. هن دائرة تنفيذية. هن دائرة تنفيذية، الموضوع عند البلدية، بلكي سيد أبو نغم بحلقة قادمة بنسأل لك البلدية، أو بين الحلقة هي والحلقة القادمة بنسأل لك البلدية عن الموضوع وبنجاوبك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. نحن قاربنا على تجاوز الوقت استاذ مهند، جانا سؤال عم يقولوا لي الزملاء بالكنترول، ما بعرف إذا كان اختصاصكم أيضا طبعا. شروط الإفراز القضائي في الريف هو من اختصاصكم أم اختصاص القضاء حصرا؟ هلا شروط الإفراز القضائي يعني هو استحصل على إذا ملكية أسهم بالمدينة عم يصحوا لي زملاء بالكنترول. هلا الإفراز القضائي أي شخص بيحق له يروح يقدم طلب، ما في شروط. لا لا ما في شروط، بس بيقدم دعوة. بيقدم دعوة وبيخاصم جميع المالكين أمام القضاء. تمام. إذا بت القاضي وبيقدم إثباتاته 100%. جميل جدا جميل جدا. طيب آخر شيء بدنا نحكي أنه أتمتت السجلات العقارية، يعني شغلة مهمة. تحدث الأستاذ وضح عن نقطة كتير مهمة أنه ليس فقط السجلات العقارية، كل الخدمات العقارية ممكن تكون مؤتمتة، الواحد عن بعد يطلب أي يطلب أي شيء هو. هي بنوصل نحن للشيء اللي نحن بنتمنى نوصله، أنه أي مواطن بيقدر وين من كان يكون. نعم. بالشام بحمص باللاذقية يحصل على الشيء اللي بده اياه. لما تتأتمت الصحيفة العقاري انت باي مكان انت موجود فيه فيك تحصل على بيان قيد على اي واي معامله ممكن يشتغلها الكتروني 100%. طبعا احنا وقتنا انتهى بنهايه هذا اللقاء. الاستاذ مهند الشندي رئيس دائره السجل العقاري بمديريه المصالح العقاريه، شكرا جزيلا لك. اهلا فيك استاذ مازن. اهلا بك. اهلا وسهلا. وكل الشكر لكم متابعينا على اثير اذاعه امواج وقناه اوغريت من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، نحييكم نلقاكم في حلقه قادمه وملف جديد. الى اللقاء.